ينضم إلي عادل كرموز عضو بالمجلس الأعلى للدولة. بداية مرحبا بك على شاشة التناصح سيد عادل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك وتحية لك وتحية لجميع المشاهدين. مرحبا بك. بداية، كيف ترى مشاركة وفد المجلس الأعلى للدولة في مؤتمر باليرمو، وما هي مخرجات هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برغم أن المؤتمر باليرمو لم يحقق المرج منه يعني، لكن في تصوري أن يعتبر نجاح لمجلس الدولة ولو نسبيا. نعم. حيث أن المؤتمر طبعا جميع الاتفاقات اللي سبق وان تم الاتفاق عليها في باريس هي نفسها تحققت في باليرمو. التوابط المجلس على الدولة هي أن الاتفاق السياسي هو الأساس في أي عملية سياسية في ليبيا. المؤسسة العسكرية لا يوجد مؤسسة العمل العسكري إلا تحت السلطة المدنية، وأن ليبيا الحل فيها سلميا يعني بدون أي إجراء عسكري. أغلب هذه النقاط يعني تعتبر تحققت في مؤتمر باليرمو، وإن كان المرج الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة، لكن هذه النقاط تعتبر بالنسبة لمجلس أعلى الدولة إنجاز يعني. نعم، برأيك هل تعتبر مخرجات باليرمو مرضية برأيك وقابلة للتنفيذ على الأرض الواقع؟ هي كونها مرضية طبعا غير مرضية أكيد، لأن ما نتطلع عليه هو الاستقرار في ربوع ليبيا بالكامل، تحقق الأمن بالكامل، التداول السلمي للسلطة، إنهاء الأجسام الموازية. وطبعا هذه مطالبنا وهذه تطلعاتنا، لكن أمام تعنت الطرف الآخر وأمام عدم رغبة الوصول لأي حل سلمي وأمام الجري وراء عسكرة الدولة، فهذه النقاط نعتبرها يعني قطع طريق أمام هؤلاء يعني. نعم. طيب سيد كرموز، بناء أرضية سياسية مشتركة لأطراف الصراع والفرقاء الليبيين، يعني هذا ربما يعتبر أحد أبرز أهداف مؤتمر باليرمو، برأيك هل يمكن الوصول إلى الاستقرار الدائم للبلاد بهذا المؤتمر؟ والله هو في الحقيقة أي اتفاق بين طرفين الضمان الحقيقي ليه هو التزام أطرافه به. يعني للأسف الشديد التقينا في الصخيرات، التقينا في تونس، التقينا في باريس، الجميع المخرجات عندما يرجع طرف إلى موطنه ينسف ما تم الاتفاق عليه. المجتمع الدولي لا يمكن أن يفرض أي اتفاق على الليبيين. أي اتفاق بين الطرفين الليبيين يجب أن يحترم من الطرفين الليبيين حتى يحترمه المجتمع الدولي. للأسف الشديد أكثر من لقاء لأن تكون العودة لليبيا ينسف بعدها ما تم الاتفاق عليه بدعوى أن تم اللقاء مع مواطن ليبي، بدعوى أن هذه الأجسام غير شرعية وغير معترف بها. للأسف هذا ما نعانيه. نعم، برأيك كيف سوف يتعامل المجتمع الدولي مع الفرقاء السياسيين بعد توقيعهم على هذه الحزمة من الاتفاقيات بناء على ذهاب للدستور وانتخابات؟ هي من أهم النقاط طبعا أن لا انتخابات بدون إطار دستوري. هذا ما نرجوه. ما نرجو من المجتمع الدولي ونرجو من الطرف الآخر هو إحالة قانون الاستفتاء إلى المفوضية والاستفتاء على الدستور لإنهاء هذه المراحل الانتقالية. هل سيكون هذا اختبار نجاح لباليرمو سيد عادل؟ نرجع إلى مرحلة دائمة. نعم، هل سيكون هذا اختبار نجاح لباليرمو إذا تحقق؟ والله للأسف الشديد يعني مخرجات باريس كانت أقوى ولم تجد التطبيق. نعم. أعتقد حتى النقطة الوحيدة اللي ممكن يعني هي التأييد الدولي لما توصلت إليه البعثة فيما يتعلق بالمؤتمر الجامع. هذا مؤتمر جامع نتمنى أن يوصلنا لحل يعني. نعم، كنت معي عضو بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموز، شكرا جزيلا لك.